أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم، وفيه إطلالة على أبرز المقاطع التي شغلت مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي وقراءة في أبرز التعليقات. وفيها نسلط الضوء على مواقف متعددة تجاه مختلف القضايا. مشاهدينا، دعونا نتابع العناوين معا. في العنوان الأول سنتوقف عند إصابة عدد من المواطنين المشاركين في تظاهرات بالبصرة أصيبوا برصاص القوات الحكومية التي تواصل استهداف المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز. في العنوان الثاني، وقفة مع حدث قتل القوات الحكومية عددا من الشباب بينهم محمد كاظم البطاط وعلي الحميناوي. ثم نذهب بعد ذلك إلى المزيد من التطورات الميدانية، حيث أحرق مواطنون مقرا لتيار الحكمة في قضاء أبو الخصيب. والختام سيكون مع التظاهرات الإسنادية التي خرجت من بغداد وذي قار وميسان وغيرهم من المحافظات لتضامن مع أهالي البصرة الذين تواجههم القوات الحكومية بالحديد والنار. البداية مع تفريق المتظاهرين أمام مبنى مجلس محافظة البصرة بالرصاص والغاز المسيل للدموع. إطلاق الغاز المسيل للدموع. إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. الآن 5-9. جريح برصاص القوات الحكومية قرب مبنى مجلس محافظة البصرة، ومع العلم هناك أكثر من شاب سقط جريحا في هذه التظاهرة وغيرها من التظاهرات. نتابع. إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الأبطال قرب مبنى مجلس محافظة البصرة، والآن المتظاهرين يحاولون حرق ما تبقى من مبنى مجلس محافظة البصرة. عاشوا الأبطال، عاشوا الثوار يوم 5-9-2018. القوات الحكومية تفرق تظاهراتنا أمام مجلس المحافظة في البصرة، تفرقهم بالرصاص الحي. نتابع إياكم هذا المقطع والذي يستعرض إصابة خطيرة لذراع مواطن من البصرة أصيب برصاص القوات الحكومية. مشهد مؤلم حقا. الآن إلى إصابة أحد المتظاهرين قرب الجسر الأحمر في محافظة البصرة أيضا. ومن الاستهداف بالإصابة إلى الاستهداف المباشر الذي يهدف إلى إزهاق الروح إلى من قتلوا وسقطوا ضحايا برصاص القوات الحكومية ومختلف أجهزتها المنتشرة في البصرة وغيرها من المحافظات. القوات الحكومية تقتل بالرصاص الحي الشاب محمد كاظم البطاط. تعالوا نتابع معا. شعار الطبيعة.
الشباب طلعوا لا تصبر على الحسين كله سبب لكن في مواقف تنشيط هذا الحسين هذا شيء ثاني أما الآن فنتابع وإياكم لحظة وصول جثمان الشاب البطاط إلى المستشفى التعليمي ومع صاحب وصول الجثة من أحداث. أما الآن فنشاهد وإياكم جانبا من تشييع الشاب البطاط الذي قتل برصاص القوات الحكومية وهو الطالب في كلية الآداب بجامعة البصرة. تشييع المتظاهر علي الحميداوي وهو ضحية أخرى سقط برصاص القوات الحكومية قتل برصاص الحي جانب من التشييع نشاهده وإياكم. الآن من المقاطع التي ركزت على الضحايا الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية نتجه وإياكم إلى أبرز الأحداث الميدانية التي شهدتها البصرة وما حولها. حرق مقر تيار الحكمة في قضاء أبو الخصيب ومواطنون غاضبون يهتفون ضد السياسيين الفاسدين. نتابع. ومن حرق مقر تيار الحكمة إلى اقتحام مقر حزب الدعوة في منطقة المعقل بالبصرة. نتابع.
وبعد حديث عن جلب تعزيزات عسكرية، أهالي كرمة علي يقتحمون مقرا للجيش الحكومي. نتابع. شباب رحم الله والديكم، دولة ولدنا. عليكم السلام. استاذ سالف موقف لك مو تصوير. اخوان طبعا السيد الضابط مال فوج البصره جاي يحاول ينضم عنا والشباب المتظاهرين، وجاي يواسينا وجاي يعلن وهو ويانا، بس للاسف شبابنا احموا الفوج كله واخذوا الفوج، ما جاي نسيطر عليهم للاسف. الآن نتابع جانباً من المساندة بالتظاهر، فليست البصرة وحدها من يتظاهر. متظاهرون في بغداد خرجوا بتظاهرات من أجل مساندة البصرة، وهتفوهم أيضاً ضد من وصفوهم بالفاسدين. ومن بغداد نذهب وإياكم إلى ذي قار، وهناك ندد المتظاهرون بالقمع الحكومي الذي تتعرض له محافظة البصرة. من الكوت يرددها الثوار: لن نترك البصرة وحدها، يرددونها بصوت مدون. هكذا وصفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنون الذين خرجوا في الكوت، وصفهم من كتب عنهم في مواقع التواصل بأنهم ثوار يؤازرون البصرة. نتابع. الآن نتجه وإياكم من الكوت إلى ميسان، وهناك تظاهرات ضد الأحزاب الحاكمة أيضا في إطار التضامن مع البصرة. يا عبادي وينك وينك؟
هناك رسالة متعددة المضامين تحدثت بها سيدة من ميسان شاركت في التظاهرة المتضامنة مع البصرة. تفاصيل هذه الرسالة بصوت وصورة من تحدثت بها، نتابع وإياكم. اليوم طلعت مع أخوة المتظاهرين من محافظة ميسان لنصرة أهلنا المظلومين بالبصرة وعطاش البصرة، وخلي ينتفض كل المحافظات وتوقف مع أخواتهم المظلومين بالبصرة، وعلى عناد كل حاطط نبقى احنا شوكة ونبقى أيادي متكاتفة مع الجميع ومع البصرة حتى المقالمة. خليك يا مصر إن شاء الله. في فقرة أراؤكم لعدد اليوم، المتظاهرون يرددون هذا الشعب وحده طلع لا تركب الموجة، في تلميح وإشارة لمحاولة ركوب موجة تظاهرات من قبل مقتدى الصدر وشخصيات سياسية أخرى، كما يتداول مرتدو مختلفي مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نتابع وإياكم المقطع الآتي، والذي من بعده سنقرأ عليكم أبرز التعليقات التي جاءت رجع صدى بشأنه، نتابع. على الشعب وحده طلع لا تركب الموجه، على الشعب وحده طلع لا تركب الموجه، على الشعب وحده طلع لا تركب الموجه، على الشعب وحده طلع لا تركب الموجه. وبعد هذه الهتافات الموجهه الى سياسيين يتهمهم الشارع العراقي بانهم يسعون الى ركوب الموجه، نقرا عليكم الان التعليقات التي جاءت رد فعل على هذا الفيديو. في التعليق الأول، حسن البصراوي يكتب: بس يجي سيد مقتدى تخرب المظاهرات مثل ما خرب مظاهرات بغداد وعافهم وراح للنجف. حسن البصراوي يتهم الصدر بأنه إذا ما ذهب إلى أي محافظة فيها مظاهرات فإن هذه المظاهرة تتعرض إلى التخريب، ومن ثم بعد أن تخرب هذه المظاهرة يتجه الصدر إلى النجف. الآن نذهب إلى تعليق آخر. في التعليق التالي، جنوبي البصرة يكتب: نحن في البصرة لا نريد أي سياسي أو معمم يركب موجة التظاهرات السلمية، الأجدر بمقتدى أن يبحث عن الشهرة بمكان غير البصرة، البصرة لها رجالها وأهلها. جنوبي البصرة يوجه رسالة إلى الصدر يطالبه فيها بالكف عن البصرة وأن يتنحى عنها، لأن أهلها هم الأعرف بما تحتاجه محافظتهم. إلى تعليق آخر نذهب وإياكم، وكتبه أمير الطائي، يقول أمير: أي والله، لأن مقتدى واتباعه ضحكوا علينا هواية، عبوا جيوبهم وأمنوا نفسهم والشعب للهلاك. أمير الطائي هنا يتهم الصدر ومن مثله من أساسة، يتهمهم بأنهم فقط يعملون على تعبئة جيوبهم بالمال والنقود وإهمال عموم العراقيين. إلى تعليق آخر، أحمد ناصر يكتب: فعلا صحيح، والله خليك ملتهي بالكتلة الأكبر أحسن لك، ما لا تكن كشفن. أحمد ناصر يتحدث أيضا موجها رسالته إلى الصدر. الآن نذهب وإياكم إلى التعليق الأخير في هذه الفقرة، وكتبه عصام الركابي، يقول عصام: مختصر الكلام، لا يوجد تاج راس عند أهل البصرة، فهم أحرار ليسوا عبيدا عند أحد، ولا يأخذون أوامر من أحد ليطالبوا بحقوقهم. هي رسائل عدة موجهة من الشباب البصري إلى عموم أساسة وليس إلى الصدر فحسب، بأن أهل البصرة هم الأقدر على إدارة المرحلة الحالية وما تحتاجه محافظتهم، هم الأعرف بما يحتاجونه وبما خرجوا من أجله، لذلك يرفضون رفضا تاما كل من يحاول أن يلي ذراع حراكهم. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. في تويتر نشط خلال الساعات الماضية القليلة هاشتاغ بعنوان: سموم إيران تقتل البصرة. هذا الوسم الإلكتروني يعني لاقى صدى واسعا سواء في داخل العراق أو خارج العراق. تعالوا نقرأ عليكم تباعا التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج: سموم إيران تقتل البصرة. في التغريدة الأولى يكتب ماجد الساير: إيران تفعل ما تشاء في العراق والحكومة العراقية تتفرج وكأنه شيء لا يعنيها، سموم إيران تقتل البصرة. ماجد يتحدث عن
ربما الانسجام أو التماهي ما بين الحكومة الحالية وما بين النظام الإيراني. الحكومة تشاهد النظام الإيراني كيف يتدخل في العراق، كيف يسمم البصرة عن سبق إصرار وترصد، وتبقى الحكومة واقفة موقف المتفرج. إلى التغريدة الثانية. في التغريدة الثانية نقرأ ما كتب ناصر الرشيدي. يقول ناصر: نفايات نووية ومخلفات وسموم تقتل أهالي البصرة، والمتسبب أم الشرور إيران. هذا الشاب أيضا سلط الضوء على فكرة المواد السامة التي تضخها إيران بقصد أو دون قصد في البصرة، والتي يدفع ثمنها الشعب العراقي. إلى التغريدة الثالثة. في التغريدة القادمة نقرأ ما كتب مجدي. يقول مجدي: جعلوا أنهار البصرة مقالعة لرمي النفايات والفضلات المسمومة باستغلال صمت الأحزاب الشيعية أمام هذه الأخطار الفادحة على حياة المواطنين. نذهب الآن وإياكم إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة نقرأ ما كتبت حنون. تقول: لما تعاتب أتباع إيران على قطع النهر اللي يصب البصرة يقولوا لك والله كل دولة دور مصلحتها، ولما يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية يصيحون الله أكبر شعب إيران مظلوم، فكروا بي والله لابوكم لابو إيران لابو شعبها، كل اللي يصير بالبصرة بذمتكم ليوم الدين، سموم إيران تقتل البصرة. إذن هي نبرة غاضبة من امرأة عراقية تعلم جيدا أن يد إيران تتعمد تسميم البصرة وتسميم العراق ككل، وتطالب الحكومة وكل صاحب قرار حر، إذا كان هناك من هو صاحب قرار حر في العراق، أن يتدخل من أجل وقف التدخل الإيراني. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com. إلى اللقاء.